السلام عليكم. إذا حمد الله والمشجع المعتدي عليه يتنازلان عن حقهما أمام الشرطة الإماراتية بعد واقعة نهائي كأس السوبر السعودية. تنازل كل من المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد والمتفرج الذي اشتبك معها عن حقهما الخاص في الواقعة التي أعقبت حصد الهلال كأس درعية للسوبر السعودي. وأكدت صحيفة الريالية السعودية تنازل الجانبين أمام الشرطة الإماراتية وتبقى الحق العام في الواقعة. هذا والتقطت عدسة الكاميرا لحظة خروج اللاعب المغربي من ملعب مباراة لتبدأ المناوشات بينه وبين أحد الجماهير قبل أن يقوم المشجع بضرب اللاعب المغربي بالصوت. يذكر أن الهلال توج بلقب سوبر السعودي بعد فوزه في المواجهة بأربع إصابات مقابل إصابة واحدة التي جرت أطوارها على أرضية ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. شاركنا في التعليقات، هل تنازل اللاعب المغربي حمد الله عن حقه صحيح أم خطأ؟